السلام عليكم المشاهدين الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم ايتما الشجان، بخير؟ نتمنى اثيرين بخير وعلى خير ان شاء الله. نهار خصكم تسيو شي حاجه على حسب الطاكسيات، اذا كمانيو ديال حسيمه الطاكسيات تيم مزيانين، تيم هي مقرنين، تيم كوحين، تيم هي مقامين. غير نهضروا شويه المشاهدين الكرام على الطاكسيات اللي كاينين هنا في الحسيمه، الطاكسيات الصغار والكبار دائما عندهم مشاكل بيناتهم، مشاكل ما كيتقاضاوش، دائما عندهم مشاكل بيناتهم. هادي واحد، انا كنت غندير هذا الفيديو ووصح هذا المشكل ترا غير البارح بالليل. واحد النهار طلعت انا من داك الكرابونيتا وانا كنشوف تما، يعني داك الطلعه كنشوف شحال الطاكسيات الصغار يعني بلوكا تما، داك الطريق اللي كيهبط واللي كيطلع، اغلبيه اللي كيطلع بلوكا بزاف. من سولت واحد السيد وقف تما، سولت واحد السيد مالهم هادو واش عندهم؟ قال لك سيدي عندهم مشاكل مع الطاكسيات الكبار. هو سمعوا مزيان، سولت داك السيد قال لي راه عندهم مشكل مع الطاكسيات الكبار. من سرا ما يثما اجنا ويخ كرابونيتا وريغ ديت ساون تني شت واريخ، يعني الطاكسيات مزيانين بلوكانت ابري دي السراين، وخا وني يساو كان سبلو كانت شي حاجه وتين وني السراين سبلو كانت بزاف. ما سكتي غير سيدنا صاوت التيو مين يوقع عندها قمانة ان يا ودي الطاكسيات غاسنت المشاكل جارة سنت تنيتي مزيانين تنيتي مقرانين. هو سمعوا مزيان المشاهدين الكرام، واليوم يعني ماشي اليوم، البارح بالليل داروا بحال الشغل ديال الاضراب وداك الشيء بالليل، وقفوا كاع ما بغاو يخدموا، ماشي كاملين ولكن اغلبيه ما بغاوش يخدموا. علاش؟ قال لك سيدي السيارات الكبار كيطلعوا يعني المدينه كيديو لهم بلايص، بحال الا حنا كنقول كيسرقوا البلايص. السلام يتما قام بان الطاكسيات مزيانين، لان الطاكسيات مقرانين. تسمى ترى انت تغاد ندير تاكسي انت وذان مثلا، هنا كسي انت وذان مثلا مزيانين. والله يحسن العون، الله يحسن العون، الله يحسن العون. انا كنلقى اختي تسمى بكل صراحه، الله يحسن العون. الطاكسيات مقرين وسع انت وذان، وفي من غير خدمان وذان والو، الله يحسن العون. زعما ما راكين ما نايكس نصبان وصافي الصراحه، لان تسمى رخدم في غبار وا تجي شطيك ما تجيش نهاركم تخرج الفيديو على حساب الطاكسيات باش تزام، لان بلوكانت بلوكانت إذن العدد ذا مكرهن ذا إيد جانب بزاف ذا أيتما ذي الحسيمة، لأن الطاكسيات مقرين وسعنت في ذي مزيانين ووسعنت شبزة بصراحة، ولكن لهنا إيش ميتا فشان يجنا ميسي فشان يجنا بيا يطغي ما ديسان الحال. كما سمعت المشاهد الكرام، تاكسيات الكبار كيشكيو بهم التاكسيات الصغار، لان التاكسيات الكبار كثروا بزاف الحسيمه، كاينين بزاف. شنو ان شاء الله ندير واحد الفيديو باش تشوفوا داكشي بعينيكم، كثروا بزاف. والله حسن عاون، راه ما لقاو ما يديو، لان التاكسيات كثروا وما لقاو يعني فاش يخدموا. الله حسن عاون، يعني الكليان ما كاينينش، وربما هما كيطلعوا للمدينه وباش خطر كياخذوا شي حد هكا، وهما كيشكيو بهم. ودابا البارح قال لك راه داروا بحال شغل ديال الاضراب، قال كيقولوا يعني المسؤولين خصكم تمنعوا التاكسيات ما يدخلوش المدينه، بحال هذه شحال هذه، يعني ما خصهمش يدخلوا كاع نهائيا، ما خصهمش يدخلوا المدينه، يبقاو غير تحت يعني خارج الحسيمه، يعني في المحطه تحت، المحطه ديال الكيران تحت، حيت ما عندهم بلاصتهم. تسرات ايتما، لان قانا سن التاكسيات مقرين قيمن واسكان المحطه ما يستفغن الكيران، خصو التيري يضغى ندينت، قانا سن ندير مخزن خصو التيري يضغى ندينت. شنو اخي خصو التاكسي تم كان دايرين يضغى ندينت كملوا خاص دايرين تندين، لان في عندنا جلس خونا مزوار من السوا دايرين جلس منو على تندين، وروخا قانا سن التاكسي تم زاني خصو ضروري القيمه تسوى دي وغتيري يضغى ندينت.
والله حسن عاونو صافي الله حسن عاونو، لان منايا كثار بزاف، لان التاكسيات كي تم قرين كثرت بزاف، التاكسيات الكبار المشاهدين كثروا بزاف، والخدمه ناقصه ما كايناش الخدمه، ودابا التاكسيات الصغار يعني كيشكيو كيقول كيقولوا بان هما كيديو لنا بحال اللي كيديو لهم الكليان وداك الشيء، ولكن انا اصلا ما نكذبوش عليه، ما عمري شفت انا شي تاكسي كبيره هزت يعني كتهز الناس ولا شي حاجه، ما نكذبوش على الله ما عمري شفتهم انا صراحه، دايما كنشوف غير التاكسيات الصغار اللي كيدوروا هنا في المدينه، وربما هما كيقول لهم ما خصهمش يطلعوا كاع المدينه يبقاو غير تحت. ولكن راه بنادم الا جاب شي واحد الا جاب شي واحد مثلا من حنا نقولوا من المطار وداك الشيء خصو يدو يديه للدار، وكيفاش طول تحت كي سميتو تجي الطاكسي صغير يتسنى الطاكسي الصغير كيكون عنده الباجاج وداك الشيء راه ما يمكنش. هادو الصراحه راه ما صراحه راه الطاكسي الكبار خص دي اللي غادي تجيهم من برا دي حتى لدارو، هما كيقولوا لهم لا خصهم يخليو في المحطه حنا اللي غنهزو لدارو، وراه هادشي انا ما متفقش معاهم صراحة، هادشي انا ما متفقش معاهم، لان انا قال لي واحد السيد واحد يعني اللي كي يعني اللي كي كيسوق الطاكسي قال لك راه هادشي اللي كيقولوا هما الطاكسيات الصغار هادشي اللي كيقولوا، حيت اصلا هضرت مع واحد الخطره قال لك هما كيقولوا لهم زعما راه خص الطاكسيات الكبار يعني النهايه ديالهم هي المحطه ما خصهمش يطلعوا للمدينه، حنا الا خصنا نطلعوا للمدينه هما يحطوا يعني الناس الا جاوا مثلا من المطار يحطوهم في المحطه، وإلا كان بالليل وحط بنادم وطلع كيخربوا صراحه، هذا الشيء ما عجبنيش، بنادم الا هز شي واحد من المطار يديه حتى لدارو، الطاكسي الصغيره الطاكسي الكبيره الطاكسي الصغيره ما عندناش الحق باش تقول هذا الشيء، هذا صراحه صراحة من لم يكن الحقيقة، حنايا محترمين كنحترموا التاكسي الصغير والكبار صراحة، حتى هما خصهم يعني دابا أصلا نقولوا مثلا اللي غيجيب من الهيو إلا حطوا لتحت غادي يبقى معاه في الصداع، أنا أصلا أنا واحد الخطرة طراتني تما بعدا يعني واش غادي يقول لك مع واحد السيد تما شفتو يعني بقى كيدابزو، قال لي أنا خويا ديني للدار أش راح تحطني هنايا، كيقول لي لا راه الطاكسيات الصغار، كيقول لي ماشي شغلي أنا ديني للدار، يلاه واش غايدير؟ واش غايدير دابا المشاهدين كاع شنو غادي يدير دابا؟ يمين من غايك قايت ماروخ علي انت قار اسباب من يقاش شي غدا شو سوزا بوذا ذي المحطة سجيرة سيوزي سيسيري سي غدا دا مو كسي غدا دا واش تحوذ اقا يوقع المشكلة لا مشي صغير وتغي فكن روخ وتغي فكن زعما الصراحة ما انا ياخس ويتيري الصراحة ويتيري لان دا خصوصا ديني داس مثلا زي الخارج مثلا انا حتى كي تبقى ديريكت غدا الناس ولا يسبوا العيب ولا يسبوا شحاش او تي مالك السيني وذان داخل المدينه اني غاصن الحق متفق معاه مالك السيني وذان داخل المدينه متفق كيس 100%، ولكن مالك السيني وذان زي يعني زي المطار وغاصن بور حق صراحه من المدينه الحقيقه ليش لان نجم بو الطاكسي نتيجه ما انش قد تسكن جق على السو وتيف انت ندين وسيروسين وي وذن يعني كيسن زي الخارج نساس نداغ ذي المحطة نشين هنا غيسين غاثو ذري لا مش نغا كذا كينا المشاهدين الكرام دابا نعاود العربية باش يفهم أي واحد هما كيقولوا يعني خص بنادم إلى جاب يعني شي واحد من المطار خصو يحطو في المحطة ما خصوش يطلعو السيد كيسدانا يعني خصو يحطو في المحطة ما يحطوش يعني في دارو يعني ما يديش لدارو وهادشي الشرم ما عندهمش الحق لان اصلا مني وجبد انا الا جابني شي واحد من المطار قول له اخويا ديني لداري واش انا ديني تبقى تهزني تحطني ويهزني واحد اخر علاش اودي لا الحقيقه هي هذه او تي بنادم الا كان داكشي كيهزو الناس داخل المدينه الطاكسي الصغار راه عندهم الحق ولكن الا يعني غير الناس يعني الناس اللي كيجيو من المطار ويقول لهم لا حطوا معنا في المحطه راه ما عندهمش الحق صراحه ايوا نتمنوا لهم الخير كاملين صراحه وما كيعزوا عليا كامل ما كذبوش على الله لان التاكسيات الكبار مساكن ما خدامينش والصغار حتى هما شويه وصافي ماشي حتى تما عاوتاني المهم شي لاصق شي وصافي نقول لهم نقول الحقيقه يعني الخدمه انا خصوصا دابا في حسيمه مدينه صغيره ما عندهمش خدمه بزاف الصداع انا شويه وهذا الشيء ما كان المشاهدين الله يسهل عليهم ويسهل على جميع المسلمين حنا بغينا كاملين يخدموا مزيان هذا الشيء اللي بغينا المشاهدين الكرام نتمنى اخوتي يعجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا باللايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.